وما العبادات وما الأذكار المشروعة إلا لتقوية هذه الحقيقة في قلبك، لإحضار هذه الحقيقة في قلبك، لإحضار هذه الحقيقة في تعاملاتك. فإذا أرسلت نظرك قلت الله معي، الله يراني، بلسان حالك وبلسان مقالك. وإذا أوشكت على الحديث قلت الله معي، الله قريب مني. قبل أن تعقد اتفاق في أي صفقة، الله قريب مني. قبل أن تبطش بأي إنسان ولو كان ولدا، قل الله قريب مني، هو يعلم بما أفعله الآن، فلا ذا يرضيه أو يسخطه. لماذا الإنسان يجلس مجالس ذكر خاصة بينه وبين الله سبحانه وتعالى؟ لأن الله تعالى جليس من ذكره، ما كذا؟ ولأنه يقول فاذكروني أذكركم، أذكركم بقربي منكم، قرب رحمتي منكم، عنايتي، عصمتي لكم، إعانتي لكم. فأنت تخطب هذا القرب، هذه المودة من الله سبحانه وتعالى، هذه الإحاطة الربانية. فإذا حصلت الثمرة بدون هذه الوسائل توصلت إلى الغاية. غيرك يطلبها بحفظ مجلدات العلوم، غيرك يطلبها بترديد آلاف الأذكار، غيرك يطلبها بتلاوات يعني لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن أنت إذا وفقت إلى هذه الغاية تختصر المسافة، تختصر المسافة. طبعاً يعني أثبت الطرق في الحصول وتثبت هذه الحقيقة، هذا الذي أتى به الشرع، هذه العبادات التي أتى بها الشرع من صلوات ومن أذكار ومن غيرها هي التي تنبت هذه الحقيقة، معية الله تعالى، استشعار معية الله، استشعار قرب الله تعالى.